المحبة والوفاء. نسعد كثيرا بأن يتوافد علينا هذا الجمهور الرائع والأنيق، وهو مظهر آخر من مظاهر نجاح هذه التجربة وهذا المهرجان، مهرجان تويزا في نسخته 15. كثيرون هم الكتاب والأدباء، كثيرون هم الأساتذة الذين درسنا على أيديهم، كثيرون هم المبدعون والزملاء والزميلات الإعلاميين الذين يتواجدون بهذه القاعة وهم يشرفون هذه التظاهرة بحضورهم وبمشاركاتهم وبمساءلاتهم. أيضا كثيرون هم الطلبة الباحثين الذين حجوا إلينا على امتداد هذه الأيام بحثا عن مناهل للارتواء المعرفي والفكري والثقافي والاحتكاك المباشر مع هؤلاء الرموز الكبار من الكتاب، من الأدباء، من المبدعين الذين يخطون رمزيات وجودنا الحضاري والرمزي والتي ستمتد في مستقبل ذاكرة الإنسانية. اسمح لي أستاذ يوسف زيدان بداية أن أختلس من عمري هذه اللحظة الجميلة دقيقة واحدة لكي أوجه تحية صادقة وحارة جدا لهؤلاء الشباب الذين سهروا على تأطير هذه التظاهرة. لقد وهبوها الشيء الكثير. أؤكد لكم أنهم كانوا يقضون الليلة إلى يسهرون الليلة إلى حدود 2 والـ3 لكي ينهض تنهض هذه الفعاليات على هذا البهاء. لذلك نشكر لهم كل الجهد الجهيد الذي بذلوه، وبالمناسبة هم خريجو مهرجان تويزا، نمطرهم مرة أخرى بتصديقاتنا. لا جدوى الجدال الديني، طبعا سأكون مختصرا، لست في حاجة لتعريفكم بعناوين مؤلفات الرائع الكاتب والمبدع والمفكر يوسف زيدان الموزعة بين الفكري الأكاديمي الفلسفي التراثي، ثم هذا الجنوح الساحر نحو اختبار قدرة المتلقي على سلوك أو الإمساك بجدائله السردية. لذلك سأحيل عليه الميكروفون، خصوصا وأنني أتهيب كثيرا من مثل هذه القامات. مرحبا بكم جميعا، ومرحبا بأستاذنا يوسف زيدان. الصوت كده واصل؟ لا انا حاتك. طيب على ما اجيب الحامل لازم يعني نقول في البدايه انه استنى الحامل، يعني قبل ما يجي الحامل او من قبله ومن بعد لازم اشكر فعلا مش مجرد مجامله الناس اللي جت من مدن اخرى في أنحاء المغرب كده. الصوت كويس ده أحسن. فبقول إني بشكر فعلا مش على سبيل المجاملة إنما على سبيل الامتنان العميق للناس اللي جت من خارج طنجة و يعني وتعبوا نفسهم مدفوعين بهذا الشغف المعرفة، الشغف اللي هو بيبني الأشخاص والدول والأمم. ويمكن أنا لما بشوف هذا الحماس من الشباب وما فوق الشباب وهذا يعني السعي من مكان بعيد إلى مكان بعيد للاستماع أو المشاركة أو كده، أنا على فكرة صوتي طب ما تجيب حامل أو كوباية نحط فيها، صحيح؟ طيب في انتظار الحامل. وطبعا لازم كمان نشكر المنظمين
المهرجان، لأنه في الحقيقة فعلاً بيبذلوا جهد كبير وبيحسنوا التعامل مع الناس سواء الجمهور أو المحاضرين. يعني ده لمسته، وأيضا لا أقول ذلك مجاملة لهم، إنما هو من باب الإقرار بالحقيقة. طبعا أنا مش عارف هتكلم إزاي وأنا ماسك دي، لأن ده بيديني إحساس إني مغني والله. فبفضل اهو رئيس المهرجان قال لي معايا جيب حاجه. طب ما ممكن نقعد نحكي كده شويه على ما يعني نتكلم عن الدنيا واحوالها انا عموما المحاضره عشان موضوعها واسع فكتبتها في ورقه اهي، ممكن اوزعها عليكم. على كل حال وحفاظا طبعا على وقتكم، أنا اخترت عنوان في البداية ترددت قليلا، ما بين إعادة طرح وتأكيد محاضرتي أو طرحي السابق في هذا المهرجان الذي كان تحت عنوان الثقافة تصلح ما أفسدته السياسة، ثم وجدت ما هو أكثر إلحاحا متمثلا في عنوان محاضرة اليوم. هي كما ترون يعني ثلاث كلمات، ومن باب الضبط الدلالي وتجنب التشوش أرى أن نتوقف عند كل كلمة منها بشيء من التوضيح حتى يتضح المعنى وتتجلى يعني دلالة العنوان بنصوع، وهذا يقطع شوطا كبيرا في الوصول إلى الفكرة التي أريد أن أطرحها. والكلمات الثلاث لو سرت باتجاه عكسي لجدوى الجدال الديني، وبدأت بالدين وهو كلمة واسعة الدلالة جداً، وكل ما هو متسع الدلالة مخيف. لماذا؟ لأن دلالة اللفظة إذا تعددت وتطورت عبر التاريخ وتشعبت في مسارات عدة أصبح من العسير أو على الأقل ليس من السهل ضبط معناها في الأذهان، وعدم الضغط الذهني للمفردات والدلالات والأفكار هو الذي يحدث الفوضى التي تكون أولا في الدماغ، ومن أدمغة الناس تنتقل الفوضى إلى الواقع المعيش. وإذا ألقينا نظرة عابرة على المنطقة العربية نجد ما أقصده من فوضى العالم. لكن الآن لن أقفز إلى هذه النتائج الختامية، دعوني أولا أو دعونا نتحدث عن الدين. الدين في مطلق دلالته هو الصلة بين الأرض والسماء عبر اعتقاد لدى مجموعة من الأفراد قليلة العدد أو غفيرة. ولا يكون الدين أبدا فرديا، و
وينقسم بالقسمة الأولى الضرورية إلى قسمين: اعتقادات عليا تتطلب الإقرار والتسليم بها، ثم عبادات تنتج عنها شرائع تدير حياة الناس، أو بلفظة أكثر تهذيباً تنظمها. ففي الدين، أي دين، هناك الجانب الاعتقادي والجانب التشريعي، وفي أي دين أيضاً هناك طبيعة أولى جوهرية لهذا الدين، وهي لا تخرج عن قسمين. كل ما عرفته الإنسانية وسوف تعرفه من ديانات لا يخرج عن أحد هذين القسمين، أما غنوصية أو رسالية. غنوصية، هذه الكلمة العربية مشتقة من الأصل اليوناني ليها، الغنوصيوس أو العرفان المباشر، أو تلقي معارف أو حقائق أو تصورات دون وسيط مخصوص. فمثلا الديانة الفيثاغورية ديانة غنوصية، الهرمسية ديانة غنوصية. الديانات القديمة في مصر وفي قلب أفريقيا وفي جنوب العراق وشمالها ديانات غنوصية، يعني هي تعتمد على أن الإنسان به أو فيه طاقة روحية يستطيع من خلالها أن يتماس مع الوجود غير المنظور، وهذا السبيل متاح لكل إنسان من حيث هو إنسان. يعني كل بشري به من القدرة أو الاستعداد على الأقل إلى التماس مع المطلق الإلهي، وبالتالي لا توجد خصوصية لإنسان دون آخر. صحيح أن عبر المسيرة الطويلة لهذه الديانات الغنوصية تلمع أسماء، نقول إنهم أنبياء بمعنى النبوة أو الارتفاع الذي يصل إليه بعض الأفراد عن طريق الغنوص أو المعرفة المباشرة ومداومة الصلة بالسماء. ففي الزرادشتية مثلا، دقيقة، صوت كويس كده؟ أنا حر كمان أهو. في الديانة الزرادشتية مثلاً، وهي إحدى الديانات الغنوصية، بيسطع اسم زرادشت جمسب. في الهرمسية هناك أسماء كتير، لا يزعم منهم أحد بأنه الصيغة النهائية للدين. حتى في فيثاغورس، وهي ديانة كانت كبيرة بالمناسبة، يعني
لا يتسربنا إلى أوهامنا أن من قضى من الديانة عملت ايه يعني مختلف؟ لا بس نشيط ومتحمس ومحب مبتسم جميل على فكره. الناس اللي ورا في اماكن هنا في ممكن يتقدموا بدل الزحام ده اللي عند الباب، اتفضلوا هنا. الله اقعد هنا هنا. ايوه كده، ايوه تعالي تعالي يا باشمهندسة، يلا ايوه كده ايوه اتفضلوا. بص المنظمين اجتبكوا، قال لك ايه ده؟ في هذه الديانات الغنوصية أو في الجانب الغنوصي العرفاني من الديانات لا يوجد احتكار فردي لجوهر الدين، وإنما يوجد أنبياء بالمعنى العبراني للكلمة وليس بالمعنى الإسلامي بالمناسبة العربي، إنهم من يجددون الدين ويشيعوا فيه الحرارة اللازمة عبر خبرات ذاتية. حتى أن من أشهر يعني مؤسسي هذه الديانات فيثاغورس كان يؤمن بالتناسخ، هكذا عقيدته يعني، وكان يذكر أنه عاش حيوات سابقة، كان في مرة شجرة وكان إلى آخره. أيضا الديانات التي عاصرت المهاد الأولى للحضارات في المناطق القديمة، مناطق الأنهار، سواء ما كتب منها كما حدث في سومر أو في مصر القديمة أو ما لم يكتب، مثل كثير من الديانات التي لمعت حينا ثم انطفأت. في هذه الغنوصيات لا مجال للاختلاف حول الحقيقة الدينية. لماذا؟ لأن المفهوم الجوهري للدين قائم على أنه خبرة فردية مباشرة، فقد يلمع نجم من نجوم المؤمنين بهذه الديانة ويسطع ويكتب خبرته فيصير محطة أنوار في طريق تطور هذه الديانة، لكنه لا يزعم أبدا أن هذا هو السبيل الوحيد وأنه يحتكم الحقيقة الدينية. ولذلك لم تشهد البشرية عبر تاريخها الطويل المكتوب وتاريخها الأطول غير المكتوب حروب باسم الدين. يعني نحن نعرف ان مصر القديمة كانت يعني الجيوش عندما تتحرك ترفع راية سخمت، هي إلهة لها يعني تجليان، تجلي في زمن السلم اللي هو حتحور البقرة التي تحرث وتدري اللبن وتعطي طبعا اللحم للبشر، إنما في وقت الحرب
تتخذ هذه الإلهة المبجلة صورة اللبؤة سخمت وترفع في غاية، ولكن الحرب لا تكون من أجل سخمت، هي يعني رفع رايتها دليل على أن حالة السلام قد تبددت، وده مرتبط بقصة طويلة في الأسطورة أو في الميثولوجي. أنا ما بحبش كلمة أسطورة دي لأنه الناس بقت تستعملها غلط وبيتقالوا إنها الخرافات. لا، الأسطورة هي ما سطر ما كتب، ولما جاء اللفظ القرآني أو الآية أساطير الأولين، يعني ما هو مكتوب عن السابقين، وليس بمعنى ما هو خرافي. إنما في زماننا المعاصر بيحدث خلط كبير في الدلالة بين الاثنين، فإذا يعني قال قائل كلاما لا يستقيم مع العقل وصفناه بأنه كلام أسطوري، هذا مدح له، إنه كلام مسطور مكتوب. على كل حال، في الميثولوجي المصري القديم كان تحولات حتحور أو تحول هذه الإلهة ما بين سورة حتحور البقرة وسورة سخمت اللبؤة المفترسة مرتبط بقصة الخلق إلى آخره. إنما ما يعنينا الآن هو أن مصر القديمة لم تقاتل قبائل الليبو بسبب العقيدة المصرية القديمة. هي كانت تعمل حملات بشعة جدا احيانا لتأديب هذه القبائل لانها تغير على الاطراف، او ان سومر القديمة حيث تعبد نينخرساج التي اتخذت في مرحلة لاحقة واكثر تحديدا هيئة عشتار، هي لا تقيم حروبا بسبب ديني. وفي الإسكندرية القديمة كان هناك ما يقرب من 200 ديانة موجود في نفس الوقت، عبادة الأم العظيمة وعبادة مثرى والهرمسية والفيثاغورية وبعدين بطليموس الثاني فيلادلفوس في إطار هذا التسامح الديني استقدم من منطقة فلسطين 72 حبر يهودي واستضافهم في الإسكندرية علشان يكتبوا لليهود اللي موجودين في إسكندرية التوراة باللغة اليونانية، لأن اللغة العبرية كانت قد انطمست تماما. وقد بحثت كثيرا في هذه النقطة، وأقول مطمئنا لما سوف أقول، أن لولا ما فعله بطليموس الثاني في فيلادلفوس وأنتج به الترجمة السبعينية للتوراة لكانت اليهودية قد انتهت إلى غير رجعة، مثل كثير من الديانات التي ظهرت حينا من الدهر ثم اختفت ولم يشعر بها أحد. لكن اللغة، وهتكلم بعد شوية عن النصوص، لكن اللغة تصوغ العالم في أذهاننا ولا تسمح بالاندثار. يعني الأمة العربية بين قوسين اللي احنا بننتمي ليها بقى لها 1200 سنة بتتعرض لطواحن بالقياس لما تعرض له بقى الهنود الحمراء أو سكان استراليا الأصليين أو القبائل اللي في قلب آسيا الأزمنة القديمة. عملية غزو واحدة قضت على الجماعة، ونحن غزو مغولي واستبداد سياسي عثماني ومملوكي وحروب وبقية، لأن لها كتاب. عشان كده قلت سابقا في عبارة، من يكتب لا يموت،
الكتابة ليست طرفا ذهنيا، هي شهادة بقاء وحضور. نعود من ذلك إلى انقسام الأديان من حيث الجوهر إلى ديانات غنوصية تعتمد على الخبرة المباشرة الفردية، وديانات أخرى رسالية، يعني قائمة في جوهرها على أن شخصا ما هو نبي رسول بالمعنى الإسلامي يأتي من السماء بخبر. ومن هؤلاء صاحب القوانين موسى في صيغته العبرانية وفي صيغته العربية أيضا، يعني هو يأتي بألواح مكتوبة بيد الإله أو قبل الميلاد ب500 عام عذرا الكاتب لأغراض سياسية بحتة على فكرة، يدون التوراة مع وجود لمسة إلهية بحسب معتقدهم أنه كان بالتأييد من روح هميقداش أو روح القدس أو روح عند المسيحيين القدوس. نعم قادوس. والنبي ما تشتتنيش عشان انا عمال ابص في السماء وبستحضر حاجات. انا اعرف انه روح القدوس عند المسيحيين وروح هميقداش عند اليهود وروح القدس عند المسلمين، ولا مشاحة في الاصطلاح. اوكي، هذه اللمسة الإلهية تضفي على النص الذي كتبه عزرا الكاتب، كاتب لكنه يحكي أسفار موسى الخمسة المعروفة اصطلاحا باسم التوراة، ثم تلحق بها ملحقات سنتحدث عنها بعد قليل، والرسل أو بالصفة الإسلامية الحواريون يكتبون أو يكتب بعضهم أو يستبقى مما كتبوه 4 أناجيل. ما الإنجيل؟ الكلمة يونانية إنجيليوس، بشارة، خبر صار، هذا كل ما في الأمر. ولكن يصبح الإنجيل عبر عمليات التقديس المتوالية نصا إلهيا، ولا إلهية فيه بالمرة. يعني من درسوا هذا الأمر متفقون بما في ذلك المجامع الكنسية نفسها بالمناسبة، يعني هذا ليس قول الهراطقة ضد المؤمنين، لا، هذا قول الكنيسة أن الأناجيل ظهرت من سنة 80 ميلادية إلى سنة 120 ميلادية، وبعض أصحاب الأناجيل أو بعض الرسل أو بعض الحواريين لو استعملنا اللفظ الإسلامي مثل بطرس لم يرى أصلا السيد المسيح من أصل، ولكنه كتب إنجيل. وفي الإسلام يختلف الأمر، أن النبي مرسل فهو نبي ورسول وله كتاب منزل بنصه، يعني ليس على طريقة التوراة التي كتبها باعتراف أصحابها أو على قول أصحابها عذرا الكاتب بتأييد من روح القدس، ولا الأناجيل التي استبقيت من حوالي 32 إنجيل تم استبقاء الأربعة دول لأن هؤلاء الرسل صاروا مقدسين فتقدس النص. لا، في الإسلام القداسة أو الألوهية كاملة في النص من أساسه بلفظه، فقد نزل من السماء دفعة واحدة ثم تلقاه النبي منجما وكتب.
في هذه الديانات الرسالية لا مجال لأن يكون لك رأي آخر، لأن المسألة حسمت، لدينا نص حاسم نزل من السماء بلفظه مثل اعتقادات كثير أو معظم المسلمين، أو كتب بدعم من السماء أو يا سيدي شتتني والله كده، يا ريتني ما قلت لك تعالى عمري، وانت شكلك حلو كده وهادي وكويس، بس انا عذر على فكره لانه انا في سنه كده كان لما بحضر محاضره كل شويه عايز اقول حاجه كده، انا مقدر يعني بس عشان ما تطلعش بره. انا كنت بقول ايه بقى؟ انه الحضور الالهي وفقا للمعتقد في النص يلغي إمكانية حضور أو مشاركة أو طرح أي قول آخر، لأنه زي ما بنشوف دلوقتي يجي حد يقول لك يا عم ربنا بيقول كده، تتكلم في ربنا كمان؟ لا يا عم مش هتكلم، حسمت، ناهيك عن قطعية التعبيرات القرآنية حتى لو زيفها المعاصرون. يعني تقعد مع واحد من الطيبين والله العلمانيين دول، والله يعني انا متعاطف معهم، برفض اتجاههم بس متعاطف معهم، يعني مخدر يقول لك يا اخي ربنا ما قالش كده، ربنا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ايه يلا بينا عايز تكفر روح اكفر يا سيدي؟ لا، الآية ما بتقولش كده، الآية بتقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. دي تحذير مش تخيير. فبالتالي يعني هذا التعامل السبهللي، مع سبهللة كلمة فصيحة على فكرة، وردت في كلام عمر بن الخطاب لا يعيشن أحدكم عيش السبهللة، يقصد بلا ضبط يعني، أو يكون ما عندوش برنامج. المهم هذا التعامل السبهللي بغرض الالتفاف حوالين النص هو حيلة تعيسة بائسة لن تؤدي إلى شيء، لأنه ببساطة شديدة سيأتي أحدهم ويوجد النص كاملا، وبالتالي لا يوجد ثمة تخيير، هناك تحذير وتنبيه أن كذا وكذا، وهناك أمثلة لا حصر لها على ذلك. إنما ما يعنينا الآن هنا أن الديانات التي تنقسم بالقسمة الأولى إلى ديانات غنوصية وديانات رسالية، وتنقسم من حيث التكوين الداخلي إلى عقيدة عليا معتقدات وإلى عبادات تنظمها الشرائع، تنقسم أيضا بالقسمة الأخيرة هنا إلى ديانات تعددية وديانات توحيدية. الديانات التعددية التعدد فيها يفهم على معنيين، المعنى الأول أن وجود هذا الدين لا يلغي وجود الدين الآخر، وكما أشرت قبل قليل أن الإسكندرية القديمة حيث ظهرت الترجمة السبعينية للتوراة كان فيها يعني عبادة طبعا إله البحر بوسايدون، إله يعني عبادة جدا، كان عبادة ديونوسيوس إله الخمر والإخصاب، وكان بيحتفل بيه بشكل يعني فاحش قوي،
كان في شارع ابو قير حاليا ده كان من زمان اسمه شارع الرئيس، وشارع الرئيس لسه موجود. كانوا يخرجوا اللي هم اصحاب العباده دي بتمثال خشبي يمثل قضيب الرجل طوله 60 متر، ويتبع كل اصحاب الديانات الاخرى يحتفلوا، هو ده العيد بتاع ديونيسوس، لحد ما يوصلوا لبوابه المدينه القديمه طبعا، فيخرجوا في قوارب من ترعه بتعبر من سور المدينه اسمها شديع، ولسه موجود شارع شديع اصلا مفيش ترعه، الى المنطقه الخلفيه من اسكندريه اللي هي دلوقتي اسمها ابيس، اشاره الى المعبود القديم اللي هو العجل، ابيس بدل البقره العجل، ده التحول الذكوري التدريجي البطيء للقداسه والالوهيه من الانثى الى الذكر، فبدل حطحور بدلا من حطحور ياتي العجل ابيس في الزمن السكندري. انما في هذا الاحتفال بيشارك الناس او على الاقل لا يعترضوا، والمتحمسين او يعني المنفتحين بيعبروا بحسب ما قال مانيتون وغيره من المؤرخين اليونان، يعني بيعبروا بالمراكب الى المنطقه الخضراء خلف الاسكندريه، حيث التعبير بتاعه يجد طلاب المتعه التي بلا حدود ما يشتهون. يعني مفيش حظر على شيء، يبقى اصبح في مراتب اهو، مرتبه عدم الاعتراض على اهل هذه الديانه، وفي مرتبه اعلى اللي هي المشاركه في الاحتفال عبر المسيره اللي بتكون في الشارع الرئيس للاسكندريه، وفي مشاركه اكثر امعانا، وطبعا والناس المنفلتين سواء بقى مؤمن بديونيسوس او غيره ويخرج معاهم، ما دام يعني في متعه بلا حدود يعني جت عليا انا، يروح بقى وخلاص. انما لم نسمع ابدا انه شخص اتجادل مع شخص بسبب ان ده بيعبد بوسايدون وده بيعبد ديونيسوس، او ان دول من اتباع مثرى او دول من العبرانيين اتباع موسى، ما شفناش كده، ولا اتخذ اي موقف رافض لعقيدة او لمذهب فلسفي الا حالة استثنائية وحيدة انه ظهر في عصر بطليموس الثاني فيلسوف اسمه هيجاسيوس دعا للانتحار وان الحياة دي ما تستحقش تتعاش، فمجموعة من الشباب زي ما بيحصل دلوقتي في امريكا وفي بعض امنوا بالكلام ده فانتحروا انتحار جماعي، فهنا جفل الحاكم وامر بابعاد هيجاسيوس عن المدينه، مش بقى قبض عليه ولا اعتقله ولا حطه في لا مش عايزينه لانه كذاب. ليه كذاب؟ لانه اذا هو مؤمن بالكلام ده ما كان انتحر هو الاول، يعني جاي وهو اصلا كان جاي من المدن الخمس الغربيه المسماه الان ليبيا، فيعني ما كان انتحر هناك وريحنا جاي تعمل. انما ان نجد موقفا تاريخيا مسجلا عن نزاع بين افراد او بين جماعات او بين دول في نطاق الديانات المتعدده لن نجد. طبعا في حروب للتوسع وحروب اقتصاديه وحروب لانه مثلا علاقات المصاهره فيعني انهارت فبيبقى في نوع من الانتقام، ماشي كل ده اسباب انسانيه واجتماعيه ونفسيه بحته، انما لسبب ديني ده مش موجود الا ابتداء من اليهوديه، واليهود كما نعلم يعني أهله نحيب طول الوقت، اليهودي بينتحب يعني حتى اليوم، وإسرائيل متفوقة عسكريا واقتصاديا و عن
جموع أو مجموع العرب تجده دائما ما يشكو وينتحب ويتذكر ويأسو ويتألم بسبب الهولوكوست، يعني حالة القتل الجماعي اللي عملها هتلر. وأنا كنت اصطدمت 15 سنة كده معهم في الحتة دي، وبرضو هجموني عشان أنا بنكر الهولوكوست. قلت لهم أنا بنكرش الهولوكوست، أنا بقول إنه القتلى مليون مش 6 مليون، ومليون وستة مليون كلاهما جريمة أصلا. وعندنا إحنا بقى في تاريخنا العربي والإسلامي هولوكوستات، يعني ما بنقعدش ننتحب كده. والغريب كان كلام معهم أيامها إنه أنتوا الكتاب الوحيد والديانة الوحيدة اللي بتحتفي بالهولوكوست والإبادة، يعني تفتح في التوراة تجد تحت عنوان حروب الرب. ايه حروب الرب دي؟ ان موسى النبي وفقا لمعتقدهم كان ربنا زعلان منه شوية، فقال له لا يا موسى انت ما تخشش ارض المعاد. طب مين يخش؟ تلميذك بقى بعد ما انت تموت. فيدخل يهوشع بن نون او يوشع ابن نون بحسب الاسم العربي. فبنص التوراة يبيد 31 مملكة، طبعا مش مملكة، هي مدن او قرى يعني كبيرة، فلا يستبقي منها الا او من بعضها كمان بعضهم يفني بالكامل، البشر والشجر والحيوانات ومفيش حي. وفي بعض الممالك على قول التوراة يستبقي منها فقط البنات العذراوات اللواتي لم يلمسهن رجل. وده بداية المفهوم المستعمل اليوم داعشيا، بدايته عبرانية. طب يا ناس، هي الممالك دي مش خلق الله برضه؟ اه خلق الله. طب ايه يعني إبادة؟ ذبح؟ ايوه. ليه؟ عشان احنا ابناء الرب. طيب هذا خلل يواجه المنتج الحضاري للإنسانية عبر 10,000 سنة سابقة. فالحضارة في مصر القديمة وفي جنوب العراق وفي مناطق مضيئة من العالم القديم كانت ترتقي بمجموعة الناس عبر دعم أخلاقيات معينة تقول أن القتل شيء سيء، وأن السرقة سيئة، وأن الغدر سيء، وأن الحب خير، وان العطاء خير، وان مساعدة الضعيف عمل خير الى اخره. فجاءت التوراة بالنص العبراني لها وليس بالتعديل القرآني كما وصفت في كتاب اللاهوت العربي، لتطيح تماما بكل هذه القيم. فانبياء قتلة، سفاحين، يهوشع بن نون بيدير 31 مملكة ويستبقي بس البنات اللي هم يعني هيسلوه بالليل. باسم ماذا؟ باسم أحادية الحق، انه لا يوجد خارج التوراة دين. طيب والعبادات الكبرى دي عبادة زيوس في اليونان وعبادة عشتار كانت ظهرت بقى في بابل وأمون في مصر، لا مفيش. هو بس بتاعنا. طب بتاعكم اللي هو مين يعني؟ اللي هو يهوه.
إلهيم إيل أهي الذي أهي. حتى الصورة التي ترسمها اليهودية للإله غير محددة، وبعض أدوناي وبعض أسماء زي إلهيم ما تتقالش، تنطقهاش. طب نشيل ازاي؟ يقول لك أهي الذي أهي، اللي هو زي ما بنقول احنا بالعامية المصرية كده، اللي هو هو، أو اللي بالي بالك. إذن بلا رسم حدود واضحة للإله يتم إهدار كافة الآلهة الأخرى. ثم تأتي المسيحية. المسيح بنص الإنجيل جاي زي ما كده في الإسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وبرضه جاي لهداية خراف بني إسرائيل الضالة. طيب كويس، روح دي فراح طلعوا عينه في المعبد، راح شتمه. ما هو المسيح برضو في المسيحية غير الصورة الإسلامية للمسيح، يعني في الأناجيل وأعمال الرسل المسيح بيزعق في أمه، اذهبي عني يا امرأة عايز خمرة يعني يشرب، وتقول له يا ابني كفاية، فيزعق فيها ويقلب الترابيزة في المعبد. اليهودي يقول لهم يا أولاد الأفاعي، عادي يعني ماشي. طب يا مسيحيين، يعني معنى كده ان انتوا مش ديانة تبشيرية؟ قال لك لا، ما هو جه بقى في الاخر العشاء الاخير وراح قايل لتلامذته اللي هم الرسل عند المسيحيين او الحواريين عند المسلمين، اذهبوا وبشروا جميع الامم. فيصبح لفظ الإنجيل لفظا مقدسا باعتباره دعوة تم إطلاقها من المسيح لتبشير، يعني نقل البشارة إلى جميع الأمم. لم تنتقل البشارة، انتقل القتل وانتقل السفك وانتقل الذبح، وكل من يقرأ في تاريخ المسيحية التي مفروض انها ديانة يعني روحانية خالص يجد كمية عنف. العنف الإسلامي بالنسبة لها دلع، تعرفين دلع يعني. ويأتي الإسلام بالنص القرآني الحاكم الضابط مرفقا بقاعدة لا اجتهاد فيما ورد فيه النص. يعني ايه؟ يعني مش بس ان انت كمسلم بتلغي الديانات الاخرى، لا، ده انت كمان داخل نطاق الاسلام ما تفكرش تقول على تعين. ولو قعدنا ندور على القاعده دي مين حطها، ما تفهموش كده ازاي لا اجتهاد فيما ورد فيه. طيب ممكن نقول حاجه ما تقولش، ربنا قال. طب في جماعه الهندوس كفار، طب في جماعه المسيحيين مشركين، طب في جماعه اليهود قتلت الانبياء ويتم. طب في بقى واحد ملوش اي دين بقى ده ضال، يعني ايه؟ يعني مفيش دين اخر الا الاسلام. وعندنا طبعا الايه حاسمه جدا، ان اللي حرف التوكيد، ان الدين عند الله. بس تقول لي بقى
كونفوشيوسية، تقول لي هرمسية، تقول لي مش عارف مورمون، تقول لي قديم أو جديد، ما فيش. الإسلام هو الدين، والقرآن هو كلام الله المنزل، حتى مش مقتبس أو مستوحى، منزل ولا اجتهاد مع النص. كده شرحنا الكلمة يعني التالتة من العنوان. نشوف بقى الكلمة الوسط. طولت عليكم؟ هو مش احنا قاعدين يعني؟ لا احاول اختصر شوية. ما انا عشان كده كتبت المحاضرة. الكلمة الوسطى الجدال. واحنا عندنا مشكلة في الدلالة المعاصرة للاستعمال العربي للكلمة في اشتراك لفظي ودلالي بين كلمة جدال وكلمة جدل، لأنه كلمة جدل الديالكتيك بتعني شيء وجدال تعني شيء كأنه ناقضه. فالجدل في الإطار الفلسفي هو من التفكير القائم على الانتقال من فكرة إلى ناقضها عند أفلاطون، إنه مثلا هناك عالم محسوس وبالتالي هناك عالم مرسوم. طيب، أو من فكرة إلى ناقضها إلى المركب منهما في حركة ثلاثية لا تتوقف أبدا إلا عند المطلق عند هيجل، ماشي. أو تطور المجتمع الإنساني عبر تحولات اقتصادية فيما يسمى بالجدل التاريخي عند كارل ماركس اللي كانوا بيناقشوه النهاردة الصبح. ففي الماركسية جانب منهجي هو الجدل التاريخي اللي عبره بيبين لنا كيف تطورت المجتمعات من الحالة البدائية الأولى إلى حالة الزراعة، ومن ثم الإقطاع الزراعي، ثم الثورة الصناعية، ثم الرأسمالية التي ستنتهي وفقا لبشارته هو. ما هو آخر كان رومانتيكي قوي ماركس ده، أنا ما أعرفش إخواننا قالوا إيه الصبح يعني، بس أنا درسته في الجامعة فيعني ما وعندي فيه رأي واحترام له، بس كان عامل زي الدراويش، مؤمن قوي ان الطبقة العاملة جاية وان الحق هينتصر، وانه كأنه مدمن حلم معين، وان السيطرة على الثروة في المجتمعات، هو يعني مش مسيطر على 8 سجاير، وكان فريدريك انجلز بيبعت له الاكل والسجاير، يعني شخصية جميلة ومسكين كده. أساتذة الفلسفة بيزعلوا لما أتكلم كده، يقولوا لي ما تتكلمش عن الفلاسفة كده. يا عم ما هو إنسان عنده أحلامه وعنده أمانيه وعنده فكره برضه، والفلسفة الماركسية فلسفة عميقة لا خلاف كده ومركبة بس أنا بتكلم هنا عن الإيمان. ماركس الذي يبدو لمعظم الناس إنه رجل ضد الدين والإيمان، ده كان مؤمن جدا بانتصار البروليتاريا، حلم عنده. المهم انه الجدل سواء في الماركسية او في الهيجلية او في الافلاطونية الاولى او الافلاطونية المحدثة عند افلوطين وأمونيوس ساكس وغيره، هي لفظة تشير إلى منهج تفكير، هو نظام ذهني، انتقال نظري. أما الجدال فهو معروف جدال إنه اشتباك لفظي، بيمهد طبعا الاشتباك الحسي بعد كده، بين مختلفين أو بين مختلفين. ومما زاد من ارتباك وإرباك المعاصرين
حول الكلمة المترجمين اللي نقلوا كلمة ديالكتيك بلفظ جدل بالعصر الحديث يعني، ووجود المفردة القرآنية المشتقة من جدل، حيث مثلا تقول الآيات وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وبالتالي يصبح الجدل مذموم. بس هو الجدل في الفلسفة منهج تفكير. فما الذي أقصده بالضبط من الجدال الديني؟ هو حالة الاختلاف العقائدي، سواء بين ديانتين كلتاهما مستقلة أو مذهبين داخل الدين الواحد. فعرفنا دلوقتي الجدال وعرفنا الديني، يبقى نعرف إيه اللا جدوى. أنا عجبني هنا لما رسموها بالخط الثلث الجميل، بس كانت طبعا خلاص، عجبني الخط بس ما عجبنيش الفصل بين الله وجدوى، لأن أنا أقصد كلمة واحدة اللا جدوى. النونسنس لا أنتوا فرنسويين هنا فرنسويين، اسمها إيه بالفرنساوي؟ لا جدوى. الله أنا عشان أنطق دي عايز السنة اللي هو قاله ده يعني. طب ما باش نروح العبثية. العبثية أوكي دي عربي يعني. فالإشارة هنا ليست إشارة، هو تصريح بأن الجدال بالمعنى العام وليس الفلسفي الديني عبثي أو غير مجدي، وهذا ما أقصده باللا جدوى. واللا جدوى فيما أظن هي أهم مفهوم ينبغي على العرب المعاصرين ابتداء من منتصف القرن العشرين حتى منتصف القرن الواحد والعشرين، يعني المئة سنة دول، الستين أو حاجة وستين سنة اللي عدت والأربعين خمسين سنة اللي هتيجي، باعتبار أن العرب ما بيتحركوش كتير من مكانهم. يعني أهم مفهوم ينبغي الوقوف عنده وتناوله وفحصه وبحثه هو اللا جدوى. اللا جدوى يعني حروب العرب وإسرائيل لا جدوى، دخول القوات المصرية لليمن لخلع لا جدوى، النزاع بين المغرب والجزائر وإقليم الصحراء لا جدوى، محاولة تأسيس حزب البعث ثم انقسام البعث السوري إلى شقين عن البعث العراقي والصراع بينه لا جدوى. الجزء الأكبر من طاقة العرب في الستين سنة الماضية وستين سنة التالية لا يعبر عنها إلا كلمة لا جدوى. يعني ماذا كنا نفعل وما الذي نفعله الآن؟ وغالبا سنفعله برضو، لأن مش عايزين نقف، مش عايزين نفكر، بيتهيأ لنا إنه الدنيا تبقى كويسة من نفسها بعيدا عن حقيقة أن العالم لا يتغير من تلقاء ذاته. فظهور النفط في بلاد العرب أدى إلى إيه؟ لا جدوى. ده يمكن كان سلبي كده.
ظهور الجمهوريات بديلا للملكيات لنصرة الشعب إلى ماذا أدت؟ لا جدوى، عبث. يعني في 52 وفي 58 في سوريا والعراق والبتاع بيتم إزاحة الملك علشان يبقى الـ كل شيء بإيد الشعب. هو دلوقتي كل شيء بإيد الشعب. طب هو الشعب يعني في مصر والعراق أحسن من الشعب اللي في المغرب؟ أنا طبعا هنا لا أجامل الملكية ولا أمدح الجمهورية ولا أنتقصها، أنا فقط أشير إلى أن هذا الطرح كان غير مجدي، كان عبثي، وحروب عبثية، ومئات الآلاف من الشباب قتلوا فيها لله شيء، لله جدوى. ولا أجد في يعني زماننا المعاصر من يتوقف أو من توقف عند مفهوم لا جدوى وبحثه، إلا يمكن جزء في قصيدة لمحمود درويش في اللي أنا بعتبرها أنشودة الشعر العربي في القرن العشرين، يعني حيث يشير إلى لا جدوى، لأن هو كتب القصيدة في حصار بيروت لما يعني فكان الفلسطينيين المحاصرين مطمئن في البداية، يعني مطمئنين تماما الجيوش العربية قادمة، وإن إحنا لازم نصمد، وإنه لازم نسأل فقط بس يعني طبعا لا في جيوش عربية بات ولا في حاجة. طب والناس اللي ماتت؟ طب وال في ايه؟ فقال وحدنا نصغي لما في الروح من عبث ومن جدوى، وامريكا وراء الباب تهدي كل طفل لعبة للموت عنقودية. يا هيروشيما العاشق العربي، امريكا هي الطاعون والطاعون امريكا نعسنا، أيقظتنا الطائرات وصوت أمريكا، لأمريكا سنحفر ظلنا ونصب مزيكا على تمثال أمريكا، إلى آخر القصيدة. أنا أقول إن هو كمان سيدخل في حالة العبثية واللا جدوى، يعني كي يدفع عنه الشعور بالاغتراب عن ال وهيقول بعدها يعني ان كان في ناس بتروح لليمين وناس بتروح لليسار وانا مش عارف ايه. هو من يدعو لاندلس ان حوصرت حلبه. المهم الكلام ده اتقال في منتصف الثمانينات. اقول لكم المقطع بتاعها بس مؤلم قوي والله. قصب هياكلنا وعروشنا قصب، في كل مئذنة حاو ومغتصب، يدعو لأندلس إن حوصرت حلب، وأنا التوازن بين ما يجب، يجب الذهاب إلى اليمين، يجب التوغل في اليسار، يجب التمدرس في الوسط، يجب الذي يجب، وأنا أحبك سوف أحتاج الحقيقة حين أحتاج تشكيل الخرائط والخطط، أحتاج ما يجب، يجب الذي يجب، أدعو لأندلس إن حوصر حلب. وهو نفس الشيء ده بعض الناس يمكن في المشرق، ما أعرفش الدنيا عندكم هنا إيه، بين الليان يكتبوا بكائيات عن خروج المسلمين من الأندلس. المسلمين بيخرجوا من هدومهم وبتنتهك نسائهم على يد جماعات دينية وحكوماتهم بتتشظى، وهناك من تبكي على خروج الإسلام من الأندلس. أو بشكل أكثر فجاجة ما حدث في ثورة
25 يناير 2011 في مصر، حيث تحركت الجموع. يعني الرئيس عايز يخلي ابنه رئيس، فالناس اتغاظت فقالوا لهم همسا ما زي سوريا وخلاص. فالمصريين طبعا عاملين على راسهم ريشه، لا احنا مش زي سوريا. وبعدين الفساد كتب، طب يلا نعمل ثوره بقى عشان ايه؟ ارحل. بعد 3 أسابيع الملتحين خرجوا في الشوارع يهتفوا اسلاميه اسلاميه لا شرقيه ولا غربيه. يا جماعه هو في حد شكك في اسلاميه مصر؟ يعني انتوا بتردوا على مين هنا او بتهتفوا ليه؟ ما هي اسلاميه هي يعني. وحتى المصريات كلهم بقى كانوا لابسين حجاب، دلوقتي بداوا يخلعوا فيه يعني زي. وهتاف تاني على القدس، رايحين شهداء بالملايين. قدس ايه اللي دخلنا احنا في الموضوع ده دلوقتي؟ احنا بنقول له ارحل وبنقول عيش وحريه وعداله اجتماعيه وحاجات يعني مباشره. القدس كتائب صلاح الدين، وده اللي خلاني طرحت الطرح. انا يعني كنت في غنى عن الاشتباك مع، بس في كمان مسؤوليه تجاه العقل الجمعي، ان ما اقدرش اشوف يعني فيروسات مرضيه عماله تنتشر كده، واين انت صلاح الدين وداعش كتيبه القدس وسرايا مش عارف الناصر صلاح. فقلت للناس يا جماعه الكلام ده كله مش صح، وانه هذا الطرح غير مجدي لا جدوى. طيب اذا ركبنا بقى الثلاث كلمات مع بعض، لا جدوى الجدال الديني، يبقى هنا انا مطالب بتقديم نماذج لحالات تثبت او تؤكد ان الجدال الديني غير مجدي. واسمحوا لي، انتوا لسه عندكم نفس، اصل انا ما بزهقش من الكلام. اشرب ميه بقى. وعلشان لا نثير حساسيه يعني ذوي النزعه الايمانيه البسيطه الجميله الرومانسيه تعبير دقيق، هناخد امثله من مراحل تاريخيه ومن ديانات مختلفه، يعني جريا على القاعده التي ذكرها صاعد الاندلسي حين وضع كتابا جميلا صغيرا مختصرا واسماه او جعله يعني بعنوان تجارب الامم. شوف جمال التعبير، تجارب الامم، وكتاب صغير كده. فدعونا يعني نستجيب لدعوة أو للعنوان يعني كتاب صاعد الأندلسي، ونشوف حالات جدال ديني حدثت في الأزمنة القديمة. أول حالة أو أقدم حالة ستقابلنا فيما أعلم وقد أكون مخطئا يعني، حدثت في مصر في انه في الأسرة 18 اسمها زليخة، فجاية تتحرش بيا وقاعدة ورا البتاعة اهي وهي فنانة وعاملة معرض برا وتشغل لي الحاجات. في الأسرة 18 في شخصية الناس بتحبها، الناس الطيبة يعني اللي مش فاهمة حاجة، اسمه إخناتون. وأول ما تقولي الواحد يعني
من المؤمنين يقول لك ويا ما عرفش ليه بيعملوا كده. التوحيد طبعا هم مش فاهمين اي حاجه، لان دي كانت حاله خبل وما بداتش مع اخناتون، بدات مع ابوه. ابوه شوف هو نطقها ازاي، اما نحطه بالثالث، هو بالنطق المصري امون حضر، وده الثالث يعني في امون حطه بين قبليه كويس. الراجل مسكين مع اتساع السلطه وتحول مصر من الحاله الملكيه الى الحاله الامبراطوريه، حيث كانت تملك منطقة الصحراء الليبية ومنطقة سوريا ومنطقة الصومال الحالية بلاد بونت، والسلطة مصيبة، واحنا فعلا لازم نعذر صاحب السلطات المطلقة وما نلومهوش، نلوم نفسنا احنا ان احنا سمحنا له بكده، لانه مين هيتحمل ده؟ يمكن ده بطرحه في روايتي القادمه حاكم يعني، بس في اشاره سريعه ان بعد ثلاث ملكيات متتاليه الراجل تألى مسكين، وكان اعظم مدن العالم القديم طيبه الاقصر الحاليه دي، وطبعا لسه الشواهد داله يعني، تشوفوا المعابد هناك حاجه يعني، والناس مبهوره بالاهرام، ده المعابد هي اللي تجنن اكتر، ازاي دي مسقوفه بالارتفاعات دي وكل النظريات الهندسيه غير مقنعه ان يعمل رامب كده او منحدر، عشان انما مصر عملت كده وخلاص. مش ده موضوعنا، موضوعنا ان امون حطب الثالث قال لك انا ابن الشمس، ماشي عادي، كل الفراعنه او الملوك يعني بيرعوا ساكن البيت الكبير، هو ابن الشمس. وايه الشمس؟ الشمس الكرسي ده رع، هي مظهر امون الذي يطل على العالم كل نهار لانه بيحب البشر، والقرص الشمس رع هو العين او هو الحاله التي يتخذها او عين امون. انما امون نفسه وفقا للديانه المصريه القديمه هو الاله الاساسي، وما فيش مانع يبقى في آلهة فرعية عادي يعني، الدنيا واسعة، ففي تسوع وفي سالوس في منفل يعني، بس في النهاية في الإله الأساسي اللي خلق الناس وموضح في العقيدة المصرية القديمة كيف كان الخلق، بأن كلف أخنوخ على عجلة الفخار اسمه ايه؟ خنوم، اله برضو محترم كده، ان يعمل صلصال، وهو امون نفخ فيه من روحه فبقى الانسان، وحب الانسان جدا وقال والله انا عيالي دول عايز اهديهم بقى، وهو عاش معاهم على الارض، فايه بقى؟ راح عمل لهم حتحور، الاله اللي كنا بنتكلم عنها في الاول، تديهم بقى تحوت لهم الارض عشان يزرعوا، تديهم لبن وتديهم لحم وشرب. الناس بقى قليلات ادب وفيهم ميل لل يعني للاجرام يعتدوا على بعض، وامون محب للانسان بس مش عاجبه قله الادب دي،
فقال لحتحور أدبيهم يعني شديهم من ولدانهم. فحتحور قالت له ازاي وانا في صورة البقرة دي؟ ايه القرنين؟ انا هقدم بقرنين؟ انا هتخذ هيئة الهية اخرى. واتخذ صورة اللبؤة. وقعدت بقى تبهدل في الناس وانهمكت بالفعل الالهي المنتقم ده، حتى انه امون نفسه فزع. يا ست انت، يا حتحور، يا سخمت، اللي هي سوره كفاء، ما في مش سامعه. فحول لها نهر النيل الى مجرى خمور يعني بلون الدم النبيت الاحمر. فقعدت تشرب منه لحد ما سكرت فنامت. فلما صحيت لقت الخراب منتشر في كل حته. قالت ايه ده؟ فامون قال لها ايه انت نسيتي نفسك خالص. على فكرة عشان ما تستسخفوش هذه الصورة وتجدوا انها صورة يعني صبيانية، ده موجود بنصه في التوراة وموجود بإشارة فخمة طبعا في القرآن. في التوراة بالنص كده: ونسى الرب نوحا ومن معه. نساهم. وبعدين وذكر الرب نوحا ومن معه فنزل الفيضان فرأى الخراب وقال الرب في نفسه بالنص: لا أعود أهلك الأرض والإنسان وسائر الحيوان. هي نفس الفكرة المصرية القديمة، إن أمون لما لقى هذا الخراب صعد إلى السماء، ومن هنا أصبح اسمه آمون. آمون آمين 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 آمين. تعني إيه في اللغة المصرية القديمة؟ المتواري أو المختفي. إنما هو لأنه بيحن للإنسان، بيبص عليه كل يوم من خلال قوس الشمس. والفرعون او البرعو ساكن البيت الكبير المسؤول يعني عن تكبير البيت، هو ابن الشمس يعني ظهر فيه النور الالهي بتاع امون من خلال الشمس. جانا بقى الراجل المسكين اللي لسع ده في دماغه امون حطب الثالث وقال للكهنة: لا انا مش ابن الشمس. قال لهم: امال ابن ايه يعني؟ قال لهم: انا امون. ايه يا عم؟ امون امون مختفي. انا امون ولازم اقعد على المحفه بتاعه امون يوم العيد بتاعه وانتوا تطوفوا بيا. يا جلالة الإمبراطور، يا جلالة الملك، أمون لا يتجسد. لا بقى هو تجسد، إيه المانع أنه ما يتجسدش؟ يا سيدي ما هو يعني قول رع وهيظهر بعد كده رع مسيس اللي هو المحبوب من رع يعني أو المتبع، وآلهة أخرى كتير، ستي يعني بتاع ست وست إله رفع. فأنت يا عم أمون حطب. قال لهم: لا، أمون نفسه. يا جلالة الملك مفيش نفسه، أنت صورة الإله مش الإله. وإزاي تقعد على المحفة يعني ونمشي؟ ومراته مسكينة كان اسمها تي غلبت معاه برضه وخبله ده. وبعدين ربنا خده راح جايب عيل اسمه آمون حطب الرابع. قاعد مش مبسوط. ليه يا عم مش مبسوط؟ بقول لكم ايه، لا مفيش آمون اصلا.
قالوا نهار اسود مفيش امون، امال في ايه؟ قال لهم اتون. ايه اتون؟ الاله المتجلي عبر الشمس. قال طب ما امون متجلي عبر الشمس اهو. قال لا 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 لا، وبعدين انتوا كهنه فاسدين. قالوا له يا عم انت اسمك امون حطب. قال لهم لا مفيش الاسم ده، انا اسمي اخناتون. طب يعني ايه الكلمه دي؟ اخن اتون. قالوا له اتون ده اله قديم كان بيعبد في الاسره الثالثه، يعني واحد من الاله. قال لهم لا ده مفيش غيره. يا سيدي ما ينفعش يبقى مفيش غيره، لازم يبقى في مجمع الهي عشان تتوزع المهام بين السماء والارض. ما في انا هو وانا اتون وانا هخرب الطيبة دي الاقصر وهبني مدينة تانية، وراح باني مدينة اسمها اخيتاتون، اي يعني مدينة اتون. اصل في واحد قسيس جاي من منطقه المدن الخمس الغربيه اللي احنا بنقول عليها ليبيا دلوقتي دي، جه منها واحد قسيس قال لزمايله يعني يا جماعه المسيح هو ابن الله بالتبني. قالوا نعم. بايه؟ قالهم بالتبني، يعني الله الاب اختار الابن وايده بروح القدس وظهر فيه بالكامل في وقت معين، فهو الرب باعتباره ابن الله بالتبني. قالوا له انت مجنون يعني ولا ايه؟ هو الله. قال لهم يعني ايه هو الله؟ مش احنا بنقول الاب والابن؟ قالوا له اه. قال لهم طب يعني في اقنومين اهو. قال لا، الاب والابن وروح القدس اله واحد. قال لهم اللي حشر بقى روح القدس في الموضوع دلوقتي، احنا بنتكلم عن طبيعة المسيح وانا متفق معاكم وبصم لكم اهو بالعشرة وتمام ان هو ابن الله، بس هو انسان الله تبناه. قالوا له لا، لاهوته لم يفارق ناسوته ولا طرفة عين. الدنيا هاجت وقصة بقى طويلة ومكروا بأريوس ده وقتل او مات او اتسمم سنة 325 في بلد جنب اسطنبول في مجمع لقيا المسكوني، وبعد 100 سنة انبعث تاني الخلاف كان موجود يعني الجدال الديني،
لحد ما اشتد على ايد نسطور اللي طرحته في روايه عزازيل، انه ما كانش الخلاف في المسيح بقى، كان في العذراء. قال طبعا العذراء قديسه وحملت بمعجزه الهيه، ده كلام نسطور. بس هي ثيو او ثيوتوكوس، هي العذراء القديسة التي حملت حبلت يعني بمعجزة إلهية، لا يصح أن نقال أن يقال لها ثيوتوكوس يعني أم الإله، لا هي خريستوتوكوس يعني أم المسيح. قالوا له نعم، وهو إيه إن شاء الله الفرق؟ قال لهم الفرق أنه المسيح أقنوم أو جوهر مستقل عن الله. قال له لا مش مستقل. مين قال لك انه مستقل؟ هما الاثنين حاجة واحدة. قال لهم لا، ظهور الشمس من قوة لا يجعل القوة شمس، كما ان ظهور النقش على خاتم لا يجعل الخاتم نقشا. قالوا دي هرطقة. وكانت ايه النتيجة؟ انشطرت الكنائس واصبح الكنيسة المستورية في اسيا و منطقة الشام، والكنيسة الأرثوذكسية اللي موجودة في مصر واليونان اللي ما عداش 100 سنة، يعني دول اختلفوا في 431 في مجمع أفسس، 451 في مجمع خلق دنيا اللي هو اجتماع يعني رؤساء الكنائس، انقسمت كمان الأرثوذكسية المسيحية المصرية عن اليونانية، وموت وقتل ودبح للأساقفة أو البابوات في الشارع، وصراعات وحروب. ليه؟ علشان عايزين يوصلوا إلى إقرار داخل الديانة الواحدة برأي عبر الجدال الديني. طب وفي الإسلام؟ يعني دلوقتي شفنا في الزمن القديم ازاي يعني الجدال الديني، وفي المسيحية خدوا بالكم الكاثوليك بيشوفوا الأرثوذكس كفار والعكس صحيح، ودول ودول يشوفوا البروتستانت كفار كفار. لدرجة سألت ولد كان لذيذ جدا شغال معايا، قلت له جون عايزك تقولي بصراحة، انت كرجل يعني مؤمن تشوف المسلمين افضل شوية ولا البروتستانت؟ قال لي لا طبعا المسلمين احسن. فانا فرحت، قلت له شكرا يا جون. قال لي اصل المسلمين مش فاهمين حاجة، انما دول فاهمين وبيعملوا العكس. قلت له امال الاريوسية؟ والله ما ببالغ، انا قلت كلمه اريوس راح اعمل كده بس خلاص. وفي مره لما كنا اصدقاء انا والانبا بشوي، جه زوجني مره وقبل ما يقعد قال انت دلوقتي اعجبك باريوس، وقعدنا 4 ساعات في جدالات وانا متعمق شويه في اللاهوت وهو مش عايز لحد ما انتبهت انه لا جدوى من الجدال الديني. طب في الخبرات الاسلاميه حصل ايه؟ حصل الإسلام انتشر في القرنين وما اتكتبش حاجة. احنا عصر التدوين بدأ امتى؟ في منتصف القرن الثالث الهجري، مش كده؟ في أواخر القرن الثاني الهجري بدأ جدال ديني حوالين ايه؟ حوالين مثلا هل كلام الله اللي هو القرآن قديم يعني أزلي هو حاجة ولا هو مخلوق حادث يعني موجود فيه، والله إذ يسيطر على الكون. القرآن يقول ثم استوى على العرش، فهل هو استواء مادي ولا هو مجاز؟ الكلام ده في آخر القرن الثاني. فتورط في ذلك في هذا الجدال
أئمة كبار كان يمكن أذكاهم أسلمهم قوية الإمام مالك. دخل معهم في مشكلة كده، فالخليفة قال لك اضربوه الله عنه عشان بيخلفوا رأي المعتزلة. هو قال مع انه ما خلفهمش قوي يعني، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني لخص المسألة بأنه يا عمي ما تطلعش روحي معاك، الاستواء معلوم يعني ورد فيه نص خلاص معلوم، الكيف بقى استوى ازاي مجهول، الإيمان تؤمن اه طبعا نؤمن بأن الله استوى على العرش، طب والمناقشات ده صوت السماء لا زيوس خلاص يا زيوس نتغاظ، هو عايزنا نتجادل دينيا فمش مرة. فكان في مرة يعني أذكى خروج من مأزق الجدال الديني هو الذي قام به الإمام مالك بتخلصه بهذه العبارة. بس بعد ما كان إيه بقى اتجلد وضربوه بالأخشاء وكتفه اتخلع، ده الإمام الجليل صاحب المذهب. الثاني بقى اللي نزل ما ومفكراه هو أكثر واحد مش أحمد بن حنبل، دخل في إشكال تاني من إشكالات الجدال الديني. إن إيه يا عم؟ قال لك القرآن نص لغوي واللغة موجودة في وقت معين، إذن هو نص تاريخي. قال لهم لا، الله قديم وكل ما بين دفتي المصحف قديم. فالمأمون بعت له قال له إيه يا عم؟ مخلوق. قال له لا ما أقدرش أقول كده. ليه ما تقدرش ليه إن شاء الله؟ قال والله الآية بتقول نقول القرآن الكريم في كتاب مكنون، يعني كان متشال. قال له هو مش لغة ولا ايه؟ ما المعتزلة بيقولوا كده. قال ماليش دعوة بالمعتزلة. فالمعتزلة ايه؟ مالكش دعوة؟ انت مين انت اصلا؟ هو دلوقتي الحروف دي كانت موجودة قبل الاسلام بمئة سنة؟ بألف سنة؟ قالهم لا. طيب يعني هي حادثة مخلوقة موجودة في توقيت معين اهو، يبقى القرآن مخلوق هو مرتبط. قال لهم القارئ إذا قرأ القرآن فهو قديم، كلام ربنا القديم قديم. ما كانش بقى المأمون كان المعتصم والمتوكل كانوا فظاع شوية وما يلي رأي المعتصم، وأدى الجدال الديني لأن هذا الرجل اللي أنا بحبه جدا طبعا فيه بختلف معه في حاجات، ومنها يعني عدم اقتدائه بطريقة الإمام مالك. قال لا مش هرجع عن كلامي، فقعد يجلده فيه لحد ما واحد من أعوان يعني الخليفة قال له ده مش هنخلص كده، احنا نقعد للصبح هو مش هيرجع، أنا أديله ضربة تخلص عليه. قال له أه ماشي، فضربه. مذكور الكلام ده في مصادرنا الإسلامية المبهجة اللي الناس ما بتقراهاش، واخدة فكرة كده إنه يا رسول الله كأنه الناس دي كانت عايشة ما أعرفش. الحكاية مش كده خالص، دي ناس بتخطط وبتكتب وبتتخانق حياة كاملة وتمر بمآسي بسبب الجدال الديني الذي أدى إلى جلد الأئمة مؤسسي المذاهب. وإن أحمد بن حنبل لما الرجل تطوع بأنه يعني ضربه فانفزرت بطنه وسقطت أحشاؤه على الأرض، ده الإمام الجليل. وده يمكن اللي فسر لكم ليه في شخص أنا عادة لا أتعدى أو يعني أخالف حد إلا لما جه ولد كده
وقال لك الإمام ابن حنبل ده متخلف. إيه يا حمادة؟ طبعاً ولد ما تعلمش مسكين، وأنا انفعل يعني اتضايقت وقلت له ما معناه يعني أنت حمار وروح تعلم الأول. طبعاً ابن حنبل قال بالتشبيه وقال بقدم القرآن، بس هو ده كان رأيي لا يمكن فهمه إلا داخل إطار الثقافة السائدة في هذا الوقت. إنما أنا في زمني دلوقتي أستفيد منه إيه؟ أستفيد منه إن الجدال الديني لا يمكن يؤدي إلى خير، يؤدي إلى خراب، لأنه في منتصف القرن الثالث وهو عصر التدوين الإسلامي حدثت ظاهرة كبرى كل مناهجنا التاريخية بتيجي عندها وتحود. مش عايزين دوشة. لا ثورة الزنجر، عارفين ثورة الزنجر؟ الزنجر ولا نختم؟ بسرعة، جه واحد اسمه علي بن محمد وقال احنا ايه المولد اللي احنا فيه ده؟ قالوا عايز ايه؟ قال لهم احنا مش مسلمين وعندنا قانون اللي هو في القرآن. طيب القرآن بيقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم بان لهم الجنة. طيب ماشي، كلنا بتوع ربنا. قال لهم طب يعني ما ينفعش فيه عبودية بقى خلاص المسلم؟ يعني انت استعبد واحد مسيحي ماشي، واحد مجوسي زرادشتي يعني ماشي، انما ازاي هو مسلم وربنا مشتري منه نفسه وانت تروح تبيعه في سوق نخاسة؟ والجواري والبنات الحلوة اللي انتوا عمالين تشتروها دي ما بعضهم اسلم، بتشتريها ازاي انت؟ ما خلاص ربنا اشتراها. قال له ايه يا عم بنوسع نفسنا، انت عايز؟ قال عايز اقول ما فيش عبودية داخل نطاق الدين الاسلامي. فطبعا في ناس مالوا له، وكان اكتر من مالوا اليه هما الزنج، او يعني ما هو السود درجات، في السود سودان جمع، واللي تحتهم اللي هم قلب افريقيا ده يتقال زنج، اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي ذنوب، وكانوا موجودين بكثرة في قلب الخلافة بقى العراق في الوقت ده وبغداد، انما هو تمدرس بهم في منطقة البصرة، وظلت الدولة العباسية تحاربه 15 سنة، لدرجة انه كل المؤرخين اللي تعرضوا الموضوع من حيث التاريخ يعني قالوا انه كانت الخلافة كلها والنظام السياسي كله الإسلامي هينهار بسبب ثورة الزنج، لولا يعني حتى طه حسين ده يجنن طبعا لما اتكلم عنها، مش فاكر في كتاب ايه من كتبه، عاد يحكي اللي حصل كذا كذا كذا، وبعدين في الواقعة الأخيرة انتصر يعني حشد القوة، وطبعا خراب وقتل وتخريب 15 سنة. وبيقول بقى طه حسين ووجهته بقى الدولة بكل قوة، وأخو الخليفة هو اللي كان بيقود الجيش ومش عارف ايه، وعلي ابن محمد أو صاحب الزنج انغلب في الحرب، يقف كده ويقول ده طه حسين يعني، ماذا لو كان غلب؟ يعني السيناريو كان هيبقى ايه؟ فوضى تامة. إذن الجدال الديني بين ديانتين بين مذهبين داخل الديانة في الزمن اللي بيسموه الوثني، طبعا كلمة عبيطة، أو المسيحي أو الإسلام، لا يؤدي إلى خير. فما الذي ننهمك فيه نحن المعاصرين حين نطرح حوار الأديان، الحوار الإسلامي المسيحي، حوار إيه يا عم؟ إذا كان ده مش مؤمن بالديانة دي وده مش مؤمن بالديانة، بيتحوروا في إيه؟ أو المناظرات الفكرية، مناظرات إيه؟ وهي أدت لإيه أصلا؟
دخل فرج فود عشان يناظر، يعني بعد سنة قتلوه في الشارع. حتى اللي ما ناظرش زي نجيب محفوظ ذبحوه في الشارع. وتصبح القنوات الإعلامية استغلالا لسذاجة الجمهور العربي تثير شهيته للمعرفة بطرح سموه الطرح العلماني، العلمانية هي الحل. ثم سرعان ما تعطيه كلام بقى عن الجنة والنار والحور العين والدعاء، والكلمة غلط أصلا، هم اسمهم الوعاظ، لأن اللي يدعو ده يدعو في مجتمع غير إسلامي. ثم يشتبك العلمانيون والوعاظ اللي أعطوا نفسهم لقب دعاء في جدال ديني لا يؤدي إلى شيء إلا للخراب. ولهذا أرى لا جدوى الجدال الديني. شكرا. ممكن ناخد لو في أي أسئلة. أنت مدير الجلسة. شكرا جزيلا أستاذ يوسف زيدان. أود بداية أن أعتذر من بعض الإخوة والأخوات الذين ظلوا وقوفا، ومنهم من افترش الأرض ليتابع هذه المداخلة القيمة. لا بد من الاعتذار لهم، لأننا كان بودنا لو نهيئ لهم مقاعد مريحة لكي يتابعوا كما يجب. لذلك أجدد اعتذاري لهم، ونفتح قائمة بالمداخلات شريطة أن تكون مختزلة جدا ربحاً للوقت، لأن القاعة بهذه الكثافة أتهيب من توزيع الكلمة بين الحاضرين. طب خلاص، هو ما حدش عايز يسأل. أهو كلهم ساكتين، كلهم كويسين. تحية للحضور، تحية المديري من مهرجان تويزا، أستاذنا الفاضل يوسف زيدان. والخلاصة التي توصلتم إليها أؤمن بها بشكل كبير وأعتقد بصحتها. طب كمل. أنه لا أؤمن بها وأنا أول المسلمين. أول المؤمنين بكم. أول المؤمنين بفكرة لا جدوى. لا جدوى الخطاب الديني سواء من خارج النص الديني أو لداخل التيارات الدينية، داخل المذاهب بين المذاهب. أؤمن وتوصلت إلى قناعة مفادها اللا جدوى. فأنا أول المؤمنين بكم أستاذنا. غير أنه ما العمل بعد اللا جدوى؟ لا يعني إيه لا العمل؟ الناس تقول لك وما الحل؟ يا سيدي حدد المشكلة. ما ينفعش حاجة إن واحد يقول إيه الإسلام هو الحل، العلمانية هو الحل. لو حل الإيه؟ أو حتى لما جاء رئيس الجمهورية في مصر ودعا إلى تجديد الخطاب الديني، فكتبت وقلت له لا انسى القصة دي، وبعدين اتناقشنا يعني فيها، قلت له ما فيش حاجة اسمها خطاب سلطوي يؤدي إلى تجديد، والنتيجة هتكون كارثية. حتى هو بطل يعني، بس على ما بطل مجرد بس بقال كان ناس اتسجنت وناس اعتدي عليها وناس قتلت في الثلاث أربع سنوات الأخيرة في مصر وغيرها. بسبب ايه؟ عشان نجدد. لا، المسألة لا تستدعي ذلك. الإيمان سر بين الإنسان وربه، والإلحاد سر بين الإنسان وربه. أنا لا أستطيع
أن أرى داخل هذا الفتى أو هذه الفتاة، ولكني أرى سلوكه معي. ونحن نعيش في مجتمع، والمجتمع يضبطه قانون عام هو الذي نحتكم إليه، وليس إلى الكفر والإيمان. الكفر والإيمان موعدهم يوم القيامة، إنما ناس تقول تجديد الخطاب الديني، الدعوة إلى صحيح الدين، العلمانية هي الحل، الانفتاح الفكري، كل ده كذب وزور، ولن يؤدي إلا إلى هدم المجتمعات أو